مرحبا للناس اللي تسمعها فينا الكل. دونك نمشيو لدافوس اللي يبدا اليوم. وشنو هو دافوس دايوغ؟ من منذ اكثر من 50 سنه اهم الفاعلين والمسؤولين الاقتصاديين والسياسيين في العالم يتلموا في دافوس. الاجتماعي يتسمى دبليو اي اف، يعني وورلد ايكونوميك فورم. فما مره في اديتو نتاع لو موند توا سنين التالي سماوه لو رونديفو دي نوفو ماتر دو موند، يعني لقاء سيده العالم الجدد، في تساؤل عن مشروعية هاللقاء اللي بدأ عام 1971 وقت نظموا أول مرة أستاذ الاقتصاد في ليكول بوليتكنيك دو زوريك كلاوس شواب. بين أصحاب ومسيري المؤسسات والمسؤولين السياسيين يتلموا يناقشوا، دونك يناقشوا ولا يتناقشوا حول الرهانات الاقتصادية والسياسية. فما تلقى مفكرين، تلقى أشخاص عندهم نفوذ ونفوذ كبير زيادة، تلقى دي بانكي، تلقى ممثلين على لي ملتي ناسيونال، يعني الشركات المتعددة الجنسية، تلقى برشا ناس دونك تتلم في دافوس. شرعية هاللقاء اليوم تواجه معارضة ساعات، مشكون يقول هذا اجتماع إليتيست ما يمثلش أغلبية شعوب العالم ويخدم مصالح المؤسسات الكبيرة والقوى العظمى، تقريبا يشاركوا فيه 1% فقط من سكان العالم أو على القليلة عندهم مصالح فيه. رغم هذا يقعد منصة لنقاش مواضيع كيما التكنولوجيا، البيئة، المناخ، الاقتصاد، التفاوت، ولا حتى الصحة، كيما بيل جيتس مثلا اللي أترافيغ منظمته هي من أغنى لي فونداسيون في العالم، قاعد يناقش مسائل الصحة. دونك دافوس وراه منظمة خاصة بوت نون لوكراتيف، تجتمع دونك ليمات في سويسرا في زوريك كما كل عام. ومؤسس دافوس كلاوس شواب يقول مثلا في اون تريبون في لوتون خرجت اليوم، اللي لازم استرجاع الثقة في المستقبل رغم الإحساس الغالب اليوم بالتشاؤم على خلفية الصراعات والحروبات. ويقول يجب خلق سردية إيجابية، واللي طاقتنا قاعدة تمشي ولا قاعدة تضيع في حل الخلافات والصراعات بدل الخلق والإبداع. بوم نعرفش كيف في بالو كلاوس شواب اللي إسرائيل قاعدة تغتال في 250 فلسطيني كل يوم منذ أكثر من 100 يوم، يعني 102 تقريبا. وهو عمل في التريبيون تاعو مقارنة مع أزمات سابقة، باش خرج في الأخر باستنتاج كونها موجة التشاؤم اللي تجتاح العالم اليوم لم يكن لها مثيل، وقت اللي مستوى الحياة يقول هو تحسن بصفة عامة لو نيفو دو في. أن العبارة متاع هذايا مستوى الحياة تتحسن تعملي شوية حكيك، خاطر كي يشوف ناس مش لاقيه سقف، مش لاقيه مستشفى، معناتها ابسط مقومات الحياه تكون مش الحياه الكريمه، مش لاقيه ضوء، ومش لاقيه ماء، ونحكيو على ملايين تهجروا سنين من بين السودان، الكونغو، فلسطين، وناس اختارت ترمي في البحر المتوسط اللي اصبح مقبره جماعيه، وقت خاطر تسكرت في وجوهها السبل. ما نعرفش اذا كان مستوى الحياه فعلا تحسن بالنسبه للناس الكل. اون توكا تونس باش تكون حاضره من خلال رئيس حكومة اللي يشارك انطلاقا من اليوم في أشغال منتدى دافوس 2024. دونك نحكي على رئيس الحكومة أحمد الحاشيني باش يكون حاضر حتى 18 جانفي في سويسرا، تحت دونك الشعار هو أثناء إعادة بناء الثقة كما كنت نقول. دونك يشارك في حلقات حوارية، تقولنا جريدة المغرب تهم جملة من المواضيع الاقتصادية الراهنة، وزاد باش يجري عدة لقاءات مع رؤساء دول وحكومات ومؤسسات عالمية مالية. ما نعرفش احنا هنا مع اللقاءات الثنائية اللي هي معناتها لي رونكونتر هذوما بيلاتيرال، اللي معناتها ما تنجم تعمل اتفاقيات جينيرالمون، خاصة نتاع قروض، إلا ما عندك لاكور نتاع لي معناتها لي انستيتيوشن مولتيلاتيرال كيما الاف ام اي ولا البنك مونديال. عادة اون توكا عندهم رأي في الموضوع، وإحنا نعرفوا اللي علاقتنا بالاف ام اي هالمدة متوترة شوية. ما نعرفش كيفاش هو بس نوع من الضمان صح التعبير، جزء باش تبدا معناتها باش تبدا عندك ثقة اللي الملف نتاعك ما فيهوش مشكل، هذاك الملف اللي باش تموله ما فيهوش مشكل. هذاك علاش حتى كان باش نحكي في علاقه مثلا ما بين اللقاءات الثنائيه بين الدول مثلا، وين نحكي على القروض الثنائيه مباشره، زاد حتى هي تدخل تحت السقف هذا، لكن ما عندكش اتفاق مع صندوق النقد الدولي انا راني ما نعطيش، هذا هي المعمول به، معناتها مش فوالا. ابخي فما اتفاقيات كبرى ومهمه جدا صحت في دافوس هجر سابقا، معناتها معناتها فما سواء كان على النطاق المالي والتمويلي او على النطاق حتى الدبلوماسي والحربي، تعرف ما بين تركيا واليونان تحلت مشكله معناتها في دافوس في الثمانينات، معناتها فما ما قلناش انه معناتها انفيكاس، لكن
لكن قلت لك فما الزوز أراء. أولا ماهوش حاجة فورميل، معناتها ماهوش نظموا دولة ولا تنظموا مؤسسة حكومية، لا نظموا معناتها منظمة خاصة، والمعناتها والفونداتور نتاعو أستاذ قانون في جامعة زوريك، دونك بدا عام 71 ورأى أنه نجح، دونك قعد ديما كل عام تقريبا في نفس الفترة دونك يجتمعوا، لكن فما ناس تقرا فيها معناتها اجتماع لأشخاص ذو نفوذ معناها كبير وما يمثلوش الأغلبية. هاني قلت لك معناتها سعيد يقول إعادة بناء ثقة في المستقبل، ويقول أنه مقارنة بمستوى الحياة اللي تحسن اليوم فما معناتها اون فاك دو بيسيميزم، موجة تشاؤم، لكن الموجة تشاؤم هو يرجح أنه الأعلام اليوم وسائل التواصل الاجتماعي دونك الناس كلها في بالها باللي قاعد يصير في العالم الكل، لكن يا أخي معناها اليوم نسبة كبيرة من سكان العالم راهي تعيش تحت خط الفقر، وراهو مشاكل ما تحسنش، بالعكس معناتها زيد سوء معناتها تدهور. فما ملاحظة عجبتني قالها الكوريسبوندون ايكونوميك تاع نيويورك تايمز بيتر جودمان اللي كتب كتاب اسمه دافوس مان، حكي على لا كونتراديكسيون اللي تحكي عليها انت، قال اللي قاعدين نطلبوا اترافير دافوس معناتها قاعدين نطلبوا من لي ملياردير والنخبه نتاع العالم بين ظفرين النخبه اللي نتوجهوا لهم بتهمه ولا نقد انهم وراء مشاكل العالم الكل، خاطر على باز هما اللي وراء مشاكل العالم، نقولوا لهم بلي جاوا حلوا لنا مشاكل العالم الكل، قال لي هي حاجه ياسر تضحك معناتها. مثلا ازمه غزه حسب لي زيكو ماهيش باش تكون معناها في ماهيش ما فماش مثلا لقاء مطروح معناها، لكن اغلب الظن انه البلدان معناتها المعنيه كالكيان الصهيوني كاسرائيل كلبنان الاردن وقطر باش تتناقش في الكواليس، هذا شنو اللي باش يقول لك الاضواء مسلطه ايضا على زيلينسكي اللي يقول هو حاضر باش معناتها باش يقدم وضعيته او معناتها وضعيه اوكرانيا وقدراتها معناتها الكابابيتي نتاعها، لابسونس دو بروش اوريون يقول لك معناتها لي زيكو، لانه كما قلت معناتها الموضوع ماهوش باش يطرح روسيا ايضا مش باش تكون حاضره، انه روسيا لن يتم استدعائها لم يتم استدعائها بين الحاضرين اللي باش يكونوا اول مره حاضرين نلقاو خافير ميلي معناتها رئيس الارجنتين تم انتخابه منذ مده قصيره، معناتها خافير ميلي شخصيه معناها بوليميك تخلق في جدل كبير، رئيس نيجيريا بولا احمد تينوبو زاد كيف كيف، الوزير الاول نتاع الفيتنام، هذوما تقريبا باش يكونوا حاضرين الاول مره، ايمانويل ماكرون زاد باش يحضر ومعاه ممثلين عن دي ملتي ناسيونال دي زونتربريز كبار معناتها في فرنسا، هي صفقات ايضا ريم معناتها خلينا نقولوا هي صفقات تعقد ايضا، دونك تقريبا 3000 شخص من سياسيين ولا حكام من رؤساء مؤسسات من جامعيين من مسؤولين على منظمات حكوميه من صحفيين، هذا هو معناها اللي باش يحضر في النسخه الرابعه والخمسين في منتدى دافوس اللي يحاول يعاود يبني الثقه، الاضواء ستسلط بالاساس معناها على زيلينسكي تقولنا فرانس 24 ولكن ايضا على رئيس الوزراء الصيني اللي تقريبا سبع سنوات الصين ما حضرتش يعني من وقت انتخاب ترامب والازمه معناها اللي اشتدت، دونك باش يكون حاضر لكن معناتها شنو باش يتناقش وشنو الميساج اللي حامله، هذايا معناتها عليه برشا نقاط استفهام من زمان ما نعرفوش حد الان. فوالا دونك هذايا تقريبا مختلف الزيارات، اعداد مهمه كما قلت بتتجاوز يمكن 3000 شخص باش يكون حاضر في اللقاءات، شنو هو النتائج؟ تعرف مليح اللي فما دول تحضر مليح للقاءات من النوع هذايا باش تستفيد منها قدر الامكان، كنت تحكي على فرنسا من بكري نشوفوا اليوم في الميديا فرونسي يحكيوا على تواجد الرئيس الفرنسي على عين المكان، دايغ نجم بوز لا كيستيون، نحن مفروض في نظام رئاسي معناتها رئيس التونسي علاش ما مشاش؟ نظام احنا نظام رئاسي هو نظام رئاسي او فون معناتها لسائل ان يتساءل علاش على خاطر اليوم قلت في وسائل الاعلام الفرنسيه يتساءلوا مثلا ويتناقشوا حول مدى وزن وتواجد ايمانويل ماكرون، شو النقاشات اللي باش تصير مع شكون باش يتناقش بالضبط، فما حتى محاسبه باش تصير على البيلان ايكونوميك نتاعو معناتها وشنو ينجم يجيب زاده من اللقاءات هذيا ولي كونز اوبجيكتيف فيما يخص السياسه كما قلت الاقتصاديه والاجتماعيه من خلال اللقاءات باش تصير في
في دافوس. هو يظن لي مش سر انه قيس سعيد ديما يقول معناه هو الاقتصاد يعني معناتها حاجه معناتها ماهوش ضليع في الاقتصاد، هو قالها يعني، دونك ربما هي لهذا السبب معناتها خير انه يحضر وزير الوزير الاول معناتها رئيس الحكومه معناتها احمد الحاشيني ووزيره الماليه كما قلت انت. ما نعرفش معناها شنو هو الاسباب معناتها الاختيارات ان توكا كما قلت انت، معناتها كما قلنا يعني الناس اصحاب النفوذ معناتها والاصحاب القرار هي اللي تحضر في الفوروم هذايا، اضافه الى لي شيف دونتربريز زاد كيف كيف، لانه اليوم زاد فرنسا ماشيه مع، نفكر مره اخرى خاطر خدينا المثال الفرنسي انت اخر اسم تقريبا ذكرته هاجر، اليوم راهو نحكيو على دي بي ام او دي ستارت اب ماشيين مثلا من فرنسا في ديليغاسيون كامله معناتها في تونس. تونس هل خممنا منه انه هذايا يصير؟ هل اليوم شنو مثلا نسبه التواجد بتاع اصحاب المؤسسات ومسيري المؤسسات في دافوس؟ اخر حاجه معناتها النقطه من النقاط اللي باش نركز عليها المنتدى هي التكنولوجيا، وبالطبيعه كي نقولوا تكنولوجيا توا في الوقت الراهن باش نحكيو على الذكاء الاصطناعي فورسيمون. دونك اليوم معناتها باقي يقعد القطاع هذا قطاع معناتها رائد ومعناتها ويهيمن على معناتها الملتقيات والاجتماعات. معناتها كريستالينا غورغيفا معناتها قالت لفرانس بريس الذكاء الاصطناعي سيؤثر على 60% من الوظائف في الاقتصادات المتقدمة. واضح، شكرا لك هاجر، ميرسي بوكو. نفكر اللي بعد باش ترجع لنا باش تبحث لنا باش تحكي لنا على كينيا وازمه في لي ديشي في كينيا، لانها تعاني من ازمه كبيره نتاع 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 ديشي اون بلاستيك. اي لي ديشي اون بلاستيك، اعاده رسكله لي ديشي اون بلاستيك. اقعدوا معنا راجعين في زوم، ما تنساوش عندنا المؤسسه بعد الاخبار مباشره.